Bapak Ibu hadirin, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya bersama kita simak dan resapi pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an oleh Bapak Dr. Tuan Guru Haji Sabarudin MPD. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما.
وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا
اقرأ كتابك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. صدق الله الخالق العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.